سار سعد بجيش قوامه 30,000 من المجاهدين المؤمنين، وفي المقابل كلف كسرى قائده رستم بقيادة الجيش. أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا، فأرسل إليهم ربعي ابن عامر، وقد جلس رستم على سرير من ذهب خالص، وجلس ربعي على الأرض وركز رمحه وقال: إنا لا نحب القعود على زينتكم. فسأله الترجمان: ما جاء بكم؟ فقال ربعي كلماته الخالدة التي سطرها التاريخ، حيث قال: الله جاء بنا، وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. تعجب رستم من كلمات ربعي، ماذا يقول هذا الرجل؟ فأرسل جاسوسا ليراقب تصرفات المسلمين، وقال: اذهب وادخل في جيش المسلمين وانظر ماذا يفعلون بالليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. فذهب هذا الجاسوس في الليل فدخل في جيش المسلمين، فوجد مجموعة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، وأخرى ركعا سجدا، وآخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتيا، ووجد سعدا يبكي في الليل ويرفع يديه لله عز وجل ويطلبه النصر. وعاد إلى جيش فارس، فوجد طائفة يعاقلون الفتيات، وآخرين يشربون الخمر، وآخرين في نوم عميق يغطون. فعاد هذا الرجل وأخبر رستم بما رآه، فعض رستم أصابعه وقال: هزمنا، هذه أول الهزائم. وفي الصباح قال رستم: أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء. فخرج ونظر، فإذا هم الألوف المؤلفة، ورأى سعدا إذا كبر قال: الله أكبر، كبروا، وإذا ركع ركعوا خلفه، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا. انتظام، صف، ترتيب، تنظيم، وهم يصلون. فانفجر رستم غضبا وقال: أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء الكلاب الآداب. كذب عدو الله، بل علم عمر الأسود الأدب.